حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من الدروس الإلكترونية التفاعلية لمادة قراءتي الصف الأول الابتدائي مدرسة القيم الأهلية، معكم الست سارة عهد. حبايبي، مثل ما متعلمين بداية، قبل ما نجلس جلسة صحيحة نستمع إلى النشيد الوطني، نقف احتراما لسماع النشيد الوطني. حبايبي، ممنوع ناكل داخل الجلسة، ممنوع ناكل، تمام؟ الآن نستمع للنشيد الوطني، يلا يا أبطال. الآن نجلس جلسة صحيحة وننتبه إلى درسنا، يلا يا أطفال. نعرف إحنا اللغة العربية هي من أجمل اللغات لأنها لغة القرآن الكريم. عدد حروف اللغة العربية هي 28 حرفاً. بداية قبل كل درس دائماً إحنا نستذكر أصدقاء الحروف اللي هم حروف المد والحركات الإعرابية. إحنا نعرف حروف المد هي آ أو هذه هي حروف المد. لما نصادق أي حرف جديد ترافق لنا حرف جديد حتكون لي مقطع. وأيضا عندي عائلة أخرى اللي هي عائلة الحركات الإعرابية، فتحة ضمة كسرة، أصواتهم إيه أو إي، هذه هي أصواتهم. أصواتهم على عكس حروف المد تكون صغيرة باللفظ. درسنا السابق ما كان اسم شخصية الدرس؟ شنو كان اسم شخصية الدرس أمامكم؟ تذكرون من هذا الرجل؟ شنو كان اسم شخصية الدرس؟ ما اسم شخصية الدرس؟ اختاروا الاسم ونختار الاسم الصحيح من بين هذه الثلاث أسماء اللي موجودة أمامكم. شنو كان اسم شخصية الدرس؟ يلا يا علي، علي مصطفى كمال. بناء. كان بناء، زين شنو كان اسمه؟ مأمون. ذكر زين علاوي، شنو كان اسمه؟ بناء مأمون. مأمون لولو، شنو اسمه؟ اسمه هذا الولد اللي يبني. شنو اسمه؟ أحسنتي فاطمة. علاوي أرجع لك بغير سؤال، اتفقنا؟ تمام اتفقنا. يلا فاطمة. نعم سانسة حبيبتي، شلونك؟ زينة. فاطمة شنو كان اسم الرجل اللي أمامك؟ أمين. أمين، أحسنتي. وين كلمة أمين؟ هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ الثانية. خلينا نشوف الثانية. أحسنتي وإجابتك صحيحة يا فاطمة، كان الرجل اسمه أمين. أحسنتي يا فاطمة الوردة، كان الرجل اسمه أمين. هذا اللي نشاهده أمامنا كان هو شخصية الدرس، كان هو أمين. أحسنت يا فطومة وشكرا إليك. نيجي نشوف فقرة أخرى. ماذا يعمل أمين؟ ماذا يعمل أمين؟ يلا ليونة، ليان فرقد.
نعم ساسي. ليونة الوردة، شلونك حبيبتي؟ زينة. ليونة، ماذا يعمل أمين؟ بناء. أحسنتي أمين بناء، كان هذا شخصية الدرس، هو أمين بناء. أين كلمة بناء؟ هل هي الأولى أم وحدة؟ يا هي ثالث وحدة. ثالث وحدة، نجي نشوف ثالث وحدة، نضغطها. أحسنتي وإجابتك صحيحة يا ليان، ممتاز حبيبتي. أمين كان عندي شخصية الدرس. شكراً شاركة. شكراً حبيبتي. كان عندي الرجل اسمه أمين، وأمين كان يعمل بناء. أمين بناء، أمين بناء. نبني دارة، نبني دارة من؟ نبني دارة من؟ نبني دارة، نبني دارة، دارة من؟ رفعوا إيدكم وأنا أشوفكم بالكاميرا. نبني دارة من؟ نبني دارة، يلا يا سجاد. نعم ساسي. يلا سجودي، نبني دارة من؟ أديب. أديب، أحسنت. أين كلمة أديب؟ هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ على كيفك. تجاه أقرأها، هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ نعم سجاد، أين هي كلمة أديب؟ شكرا يا سجاد، شكرا حبيبي، شكرا على مشاركتك. يلا أوس. نعم سامتي. أوس حبيبي شلونك؟ الحمد لله. زميلك قال نبني دارة أديب، أين هي كلمة أديب؟ أول وحدة. خلنا نضغطها ونشوف. أنت وإجابتك صحيحة يا أوس، ممتاز. كان نبني دارة أديب، أحسنت وبارك الله بيك، شكرا يا أوس. زين لعد هذه الكلمة الثانية شنو؟ من يقرأ ليها هذه الكلمة؟ من يقرأ ليها هذه الكلمة؟ يلا هيمن. نعم سانسي. هيموني شلونك حبيبي؟ بخير والحمد لله. خير والحمد لله حبيبي. اقرأ لي هذه الكلمة، لعد هذه شنو الكلمة؟ تجاليها بصوت. أمين. أمين، أحسنت. هذا أول حرف شنو أول حرف؟ أ أ أ. أحسنت. أ أم أم إي أمين أن أم أمين أمين. أحسنت يا هيمن، وبارك الله بيك، وشكرا لك يا حبيبي. أمين، أحسنت. يلا يا حسن. نعم سانسة. حسوني الوردة، شلونك حبيبي؟ زين. يلا حسوني، اقرأ لي هذه الكلمة الثالثة ماما، شنو هذه الكلمة؟ مأمون. أحسنت يا حسن، وبارك الله بك. كلمة مأمون، أحسنت. كلمة مأمون، أحسنتم أنتم أبطال. دين أمين أبو من؟ أمين أبو من؟ يلا يا عباس، عباس تحسين. نعم سانسي. تقرين ميوسة وراء أنت تقرين، لا تزعلين ماما. تو بس انتبهوا على الدرس، ما انسى احد اني.
تمام، اتفقنا؟ اتفقنا. حبيبي شلونك؟ زين. إن شاء الله زين. يلا يا حلو. عبوسي عندك أمين أبو من؟ مأمون. أحسنت، أمين أبو مأمون. أمين أبو مأمون، أحسنت يا عباس، شكراً لك حبيبي. أمين أبو مأمون، إذا كان عندي أنا شنو؟ كان عندي هذه شخصية الدرس اللي هو كان أمين، أمين أبو مأمون، كان يعمل بناء، كان يعمل بناء، مأمون يقول نبني دارنا ونبني دار أديب. نجي نشوف هذا الفيديو وراء إن شاء الله تكملون المشاركة، تمام؟ أمين بناء. أبي 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 أبي. أمين أبو مأمون بناء. هاي أنا هنا. دارنا جميلة جدا. مأمون يقول سلمت يداك يا أبي. نبني دارنا. دار جميل. ونبني دار أديب. أرنب. سماء. مئذنة. حبايبي كان هذا الفيديو الخاص بدرسنا، نكمل درسنا. يلا يا ميس، شوف ميوسة وينها. ميس مشتاق، يلا يا ميوسة. ميوسة الوردة، شلونك حبيبتي؟ بخير الحمد لله. الله بخير والحمد لله. لا تزعلون حبايبي، كلكم تشاركون، لكن شنو بالسرعة، أهم شيء ننتبه على الدرس. اتفقنا؟ اتفقنا ميوس؟ نعم سامسي. نعم حبيبتي. حياتي شنو كان هذا الحرف اللي أمامك اللي أشرتك عليه؟ شنو كان هذا حرفه؟ إئ. أحسنتي يا ميوس، هذا كان حرف الإئ اللي سميناه همزة. شو نسميه؟ همزة. همزة، أحسنتي، كان هذا إئ اللي نسميه همزة. زين، وهذا اللي باللون الأصفر؟ ألو شنو؟ شوفي زين، أيضاً إئ. أيضاً إيه. أحسنتي، بعد لأنه ماكو عليه إيه، هذا أيضا إيه، بس شنو؟ وين دا تجلس؟ تجلس على حرف المد آه، هذه إيه، لكن دا تجلس على حرف المد آه، يعني هذه إيه وهذه أيضا إيه. أحسنتي يا ميس، وشكرا إليك حبيبتي. شكرا سانسي. شكرا حبيبتي. يلا يا ليان. ليان خالد. نعم كانت بخير والحمد لله. حياتي إن شاء الله دائما بخير والحمد لله. ليونة الوردة، ليونة حبيبتي، شنو هذا الحرف اللي موجود باللون الأزرق؟ هذا الحرف الأمامك اللي باللون الأزرق يا تأشرتك عليه. أحسنتي، هو إيه وعليه إيه، شي صير؟ شنقرأ؟ إيه، نقرأ إيه، قلنا إيه أسد، إيه أرنب، أرنب، إيه أحمد، صح؟ صح. إليونا، شكراً حبيبتي. حبايبي إذا كان هناك شنو عندي؟ كان عندي هذا الحرف، انت كل شوية هذا عندي إيه، هذا هو إيه اللي هو الهمزة، إيه هذه همزة، وقلنا إذا تكون وحدها نسميها همزة سائبة، مثل كلمة ماء اللي شفناها بالدروس السابقة، كان كلمة ماء إيه،
هذه هي الآخرية تكون سائبة، تكون وحدها تكون موجودة على السطر. هذه هي أيضا إيه لكن جلست على حرف المد شو وقت؟ لمن يسبقها الفتحة، لمن يسبقها الفتحة مثل كلمة مأمون. زين عندي هذه الإيه عليها إيه، نقراها نقراها إيه، هذا صار مقطع إيه، أسد إيه، أمين أحمد أرنب، تمام؟ إذن هسه أنا شنو أمامي أيضاً؟ شنو هذا الحرف اللي أمامي؟ ما الحرف الأمامي؟ يلا يا ديمة. نعم سانسة بخير والحمد لله. حياتي إن شاء الله دائماً بخير والحمد لله. ديمة الوردة حبيبتي، شنو هذا الحرف اللي أمامك؟ أحسنتي، هذا إيه. إذا كان قلنا واحدة على السطر شنو نسميها همزة شنو؟ إيه أحسنتي، همزة سائبة، همزة همزة شنو نسميها؟ سائبة، تكون وحدها. وهذا شنو الحرف؟ علي إيه، إيش نقرأ؟ قلنا هذا شنو شكل آخر من الإيه؟ هذا أيضاً إيه، هذا إيه، وهذا أيضاً إيه، لكن هنا شنو شكله؟ جالس على حرف المد وهنا إيه، وحدها تكون سائبة، وحدها تكون سائبة، تمام ديون؟ تمام حبيبتي؟ نعم. إذن عندك هنا هذه إيه؟ نعم. ما ننسى ماما، هذه إيه اللي هي همزة سائبة، هذه أيضا همزة، أيضا إيه، لكن شنو شكل آخر إلها؟ إنه هي تجلس على حرف المد تجلس على حرف المد أحسنت يا ديما وشكرا إليك حبيبتي. حبايبي اللي راح أخليه يشارك ويغلق شكرا حبيبتي، يغلق الصوت من يمه. يلا يا محمد علي عبد الرزاق. محمد علي محمد علي أرجع لك مرة أخرى يا محمد علي، ليش ما موجود؟ ياسين حسن، ياسين نعم سانسي شلونك حبيبي؟ بخير الحمد لله إن شاء الله. حبيبي اقرأني هذه الكلمة، اقرأني هذه الكلمة. فجر على فتحة ب ب أحسن ب إنس أو شو تصير بن بناء أحسنت. شو نصير الكلمة وهمزة مد إيه بصوت عالي أبسمعك بناء تصير كلمة بناء بناء. زين هذا شنو الحرف اللي باللون الأحمر؟ شنو هذا الحرف اللي باللون الأحمر؟ إيه أحسنت، هذه وحدها شنو نسميها؟ همزة سائبة، همزة سائبة. زين هذه شنو؟ هذه الحركة بدي أشر لك عليها شدة. أحسنت، شنو معنى الشدة؟ يعني يكون الحرف مرتين. أحسنت، معناه الحرف مكرر مرتان. أحسنت يا ياسين وبارك الله بك. إذن الشدة معناها الحرف مكرر مرتان. أحسنت، أغلق الصوت من يمك. عندي هنا كلمة بناء، حتى من ألفظها حرف النون اللي هو الإن مكرر مرتان، الأول يكون ساكن والثاني يكون متحرك. يلا يا يلا يا لمار، يلا لمار لمار
نعم ساسي. انفتح الصوت عند لمار لو عند منو ماما؟ اي لمار. لمار تسمعيني ماما؟ نعم ساسي. يلا يلا لمار اقري لي هذه الكلمة ماما. اقري هذه الكلمة امامك. افتحي لي الكاميرا فاتحتها بس ما تظهر عندي صورتك. يلا لمار ماما وقتك حيخلص ماما. هذا يا حرف، هذا يا حرف لمار. هجيها يلا. هذا يا حرف ما ما إئ ما. زين الإئ هنا ليش صارت على حرف المد آ؟ ليش؟ شنو سبقها؟ شنو سبقها؟ يلا لمار تبهي ويانا ماما. يلا عبد الله. عبودي شلونك ماما؟ ماما اتركوا كل الحمد لله. اتركوا كل شيء من ايدكم ماما. يلا عبد الله اقرا لي هذه الكلمه ماما. ام ا ما ام الحرف بالاحمر شنو هو؟ شنو حرفنا؟ إيه أحسنت. ماء مأمون. أحسنت. زين الإيه هنا ليش جرست على حرف المد آ؟ شنو سبقها؟ إحنا قلنا توعد حل الهمزة، الهمزة اللي هي الإيه على حرف الآ لمن يسبقها الفتحة، لمن يسبقها الفتحة. لا تنسوها يا أبطال، لما الهمزة يسبقها الفتحة راح تصير الهمزة ما تكون سائبة، راح تكون على حرف المد آ. مأمون مأمون. أحسنت يا عبد الله شكرا إليك. يلا يا علي رضا ولمار. نعم شمسة. شلون الأبطال؟ زينين الحمد لله. يلا لمار أول شيء أنت قري لي هذه الكلمة اللي راح أنطيك إياها، وبعدها علاوي اقرأ لي الكلمة الأخرى. يلا يا بس يلا قري لي هذه الكلمة اللي ظهرت أمامك. صحيح قري ما. أحسنتي وتهجيتي بطريقة ممتازة. أحسنتي ما. آ ما إئ ما. زين هذا شنو نوع ال هذا شنو نوع الإئ لمار؟ يا همزة هذه همزة سائبة. همزة أحسنتي هي إئ. قلنا شنو نسميها؟ همزة سائبة نسميها همزة سائبة. أحسنتي حبيبتي بارك الله بيك. يلا علاوي. نعم تانتي. يلا حبيبي قالي هذه الكلمة. هتهجاها. يلا تهجاها. وإئ ني. شوف سمعتي قلت ني صحيح. ني ب إيه شو صير؟ نبأ. أحسنت أحسنت علاوي. أحسنت نبأ. عندنا هنا الإئ جلست على حرف المد آ. شنو سبقها؟ شنو سبقها؟ سبقها أي الفتحة، لأن سبقها الفتحة. لا تنسون يا أبطال
هذه إن شاء الله للكبر راح تكون نفس القاعدة، قاعدة ثابتة ما تتغير أبداً. أحسنت حبيبي وأحسنتي. إذن هنا عندنا الكلمات بناء، هنا عندي الإ هي همزة سائبة، إ همزة سائبة تكون على السطر لوحدها. مأمون، هنا الإ جلست على حرف المد آ، ليش؟ لأنه سبقها الفتحة، مأمون. عندنا كلمة ماء، نبأ، هذه كلمات صحية خارجية لكن احنا نعرف هذه حروف اللغة العربية، ممكن نتهجى ونقرأ الكلمة. زين، هذا الحرف اللي أمامكم شنو؟ اللي قلنا هو مقطع الـ إ وعليها إ، ايش تنقري يا أبطال؟ بس أقرأ الأسماء منه ما شارك، حتى إذا الكل شارك تشاركوا مرة أخرى. ياسين شارك، ميس، محمد، ليان، فاطمة، يلا يا علي، علي مصطفى، كمال. كيف بخير والحمد لله. إن شاء الله بخير والحمد لله يا علاوي. يلا علاوي، هذا شنو الحرف الأمامك اللي قلنا هو يصير مقطع؟ هذه أو علي إيه ويا إيش قلنا إيش نقرأ؟ نقرأ إيه، نقرأ إيه، هي صح، هذه إيه، أحسنت، هي إيه اللي هي الهمزة، لكن من يصير وياها، من يصير وياها الفتحة اللي هي صوتها إيه، هذا نقرأ إيه، قلنا مثل إيه أسد، إيه أحمد، إيه أرنب، تمام؟ اقرأ لي هذه الكلمة يا بطل. علاوي اقرأ لي هذه الكلمة ماما. أحسنت. أمين. أمين، أحسنت، بارك الله بيك. أمين، أحسنت علاوي. أمين، أحسنت علاوي البطل. أمين، كلمة أمين. نشوف كلمة أخرى، شكرا يا علاوي. كلمة أخرى، يلا عباس رائد. يلا عباس، عباس رائد، اعتذر ماما بس الانترنت يقطع. ماشي، شلونك حبيبي؟ بخير والحمد لله. بخير الحمد لله، ان شاء الله دائما بخير والحمد لله يا بطل. يلا عبوس يقرا لي هذه الكلمه، ماما حاشر لك عليها. اقرا لي هذه الكلمه. احنا قلنا هذا شنو الحرف اللي بالاحمر؟ هذا إيه، هذا إيه، إيه، ب، 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 أب، أب، أو، سارس، أبو، أب، أب، أو، أب، أحسنت يا عبوسي، أحسنت يا بطل. أبو، بو، أحسنت يا عباس. أبو، أحسنت. كلمة أخرى وتلميذ آخر، يلا يا عباس، عباس محمد. نعم ساسي،
فتحته. وانك عباسي. نعم سانسي. بخير والحمد لله. ان شاء الله بخير والحمد لله. يلا عباسي اقرا لي هذه الكلمة ماما. الكلمة الثالثة. مرات يا أبطال. ماما. أحسن. أبو. أقرأ عليك. إد. أحسنت. هذه إد. 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 إي. أديب. أديب. أحسنت. أديب. ممتاز. بارك الله بك. أديب. أديب. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. أغلق الصوت من يمك. حبايبي عندي هذه كلمات الدرس. هذه كلمات الدرس. أريد نشوف كل كلمة متكونة من كم مقطع. أجي أول كلمة أشوفها A. إن هذه هي مقطع الهمزة مدام ساقت الـ A اللي هي الفتحة كونت لي مقطع صارت A مي. هذه أيضا مقطع آخر لكن ما يصير تبقى وحدها حتروح وياهم فصارت مقطعين A مين. من أصفقها عبارة عن مقطعين مقطع A ومقطع مين. بناء عندنا هنا الشدة معناها الحرف مكرر مرتان. أول واحد يكون ساكن يبقى نفس صوت الحرف والثاني يكون متحرك يعني بي لو فتحة لو ضمة لو كسرة. بناء بن ناء لاحظ الإن مكررة مرتان لكن تنزل بصندوق تحليل الكلمات. بن من أصفقها ب هي مقطع ب ناء مقطع آخر لكن الان نزلتها بالصندوق مرتان. ليش؟ لأنه هو عليها شدة يعني الحرف أصلا كان مكرر مرتان. نجي نشوف كلمة أبو. هذه هي مقطع. هذه هي مقطع. وياي حاولوا تصفقون عمود شنو على متعرفون عدد المقاطع. هي مقطع. مقطع. ويا الأو هي مقطع يعني أبو كم مقطع؟ اثنان. إيه هو مقطعان. إيه هو اثنان. إيه هو. أحسنتم. أكود أشوف وياي كلش متفاعلين. ليان فرقد ميس مشتاق أحسنتي حبيبتي. إيه هو متكونة من مقطعان. مأ مأمون مأمون. مأ هذه مقطع. مأمون. لاحظوا الأم ويا الأو هي مقطع مو لكن الإن ما يصير يبقى واحدة يزعل خطية ولازم يكون مقطع فحيروح وياهم. مأمون. عبد الله أقعد عدل ماما وانتبه ويانا بالدرس. دارنا هذه الحروف احنا ما أخذيها وكلمة دارنا جدا بسيطة. دا مقطع. دئوية الا دا مقطع. دا ر مقطع. ر نا مقطع. دا ر نا صارت ثلاث مقاطع. دا ر نا. اديب. اي هذه اي مقطع. اي اي دي مقطع. دئوية الاي مقطع. دي لكن الب ما يصير تبقى وحدها خطية تزعل هي لازم مقطع احنا فرح تروح وياهم فصارت اي ديب. اي ديب. حبايبي الآن نجي على قراءة الدرس. نجي على قراءة الدرس. ان شاء الله بعد ما اقرأ الدرس ان شاء الله انتو تسووا لي تسجيل صوت او تسجيل فيديو بكيفكم ترسلوا لي على الخاص ان شاء الله كواجب. أجي أقرأ لكم الدرس وياي. أمين بناء. أمين أبو مأمون. بناء مأمون يقول نبني دارنا ونبني دار أديب.
أعيد مرة أخرى. أمين بناء، أمين أبو مأمون، بناء. مأمون يقول نقاط القول: نبني دارنا ونبني دار أديب. الآن كلكم طلعوا لي صفحة كتابة الدرس، طلعوا لي صفحة كتابة الدرس اللي موجودة في كراس قراءتي. أحسنتي يا ليان، أحسنتي حبيبتي. دا أشوف دفترج كلكم، طلعوا لي كراس قراءتي، طلعوا لي كراس قراءتي. يلا يا أبطال، تمام. يجي أول شيء نكتب كليتنا بداية السطر، نكتب كلمة أمين. أحسنتم الأكثر، يد أشوفهم كاتبين، ممتاز بارك الله بيكم. أمين، أمين، أمين. نكتب كلمة أمين، راح نكتبها بنفس طريقة الكتاب. أمين، أمين. بناء، أول سطر راح نكتب كلمة أمين. علي مصطفى كاتب ماما، يلا يا بطل، عافية حبيبي. أوس أحسنت ماما. أحسنتي فطومة. عباس رائد عاشت يدك ماما. هيمن أحسنت حبيبي. نكتب أول سطر كلمة أمين، شوية نترك مسافة عمد خطنا يكون جميل والدفتر أيضا يكون مرتب. نكتب كلمة بناء، ننزل بالأسفل، نكتب أمين أبو مأمون. أمين أبو مأمون، أمين أبو مأمون. بنكملها، ننزل على السطر اللي بالأسفل، نكتب أيضا كلمة بناء، بناء، وبصفهم بالسطر اللي بالأسفل نفس طريقة الكتاب، بنفس طريقة الكتاب. إذا صار عندي أول شيء أمين بناء، أمين أبو مأمون، بناء. نكتب بالأسفل مأمون يقول، مأمون يقول. نقاط القول ما ننساها لأنه مأمون ده يتحدث، نحط هذه النقاط اللي هي نقطتان القول. مأمون يقول نبني دارنا، نبني دارنا. و نبني، نب نب ن نبن اي نبني. دار دار، أديب. آخر شيء نترك سطر أو سطرين وبعدين نكتب أ أ أ أ أ. حبايبي نقلب نفس طريقة الكتاب. بعد ما تكملون حبايبي كتابة الدرس إن شاء الله ارسلوا لي الكتابة مال الدرس
على الخاص وأيضا ترسلولي قراءة الدرس. تردون مقطع صوتي أو مقطع فيديو كيفكم، هذا هو واجبكم بالنسبة لهذا الدرس. حبايبي من تكملون كتابة ارسلولي يا حبايبي. أشوفكم بالخير، درسنا لهنا ينتهي اليوم. إن شاء الله تكونوا استفادتم من الدرس. أشوفكم إن شاء الله بدرس قادم إن شاء الله. مع السلامة، إلى اللقاء، أشوفكم بالخير إن شاء الله، مع السلامة.